انتوا ليكوا نشاطات متعدده والحقيقه كلها ناجحه جدا وكلها مثمره وبناءه وفي منتهى الاهميه. يعني انا بشوف طبعا حضرتك اكيد ادرى مني بكثير، بس انا وقفت كثير عند مبادره نحو الاميه اللي اتعملت في النادي الاهلي، قد ايه دي حاجه انسانيا في قمه الاحترام، وسعدت جدا ان في حد من الناس اللي اتعلموا على ايديكم القراءه طبعاً. والكتابه كانت اول جمله كتبها شكرا كابتن محمود الخطيب. شكرا بيبو. فتعالي نتكلم في البدايه عن المبادره دي تحديدا وبعد كده نتكلم بقى في بقيه التفاصيل. محو الاميه ملف مهم جدا جدا بالنسبه لنا كلنا. بدايه فكرته طرحت طبعا في اللجنه من الاستاذه الجميله استاذه انهار، بجد يعني بحب اشكرها الاول على مواضيعها المهمه اللي هي دايما بتستشف مننا ايه المهم وايه المفيد، وبتدعمنا بكل ثقه بصراحه، وهي ومجلس الاداره والاداره العليا واللجنه التنفيذيه ما بيبخلوش ابدا علينا باي دعم، سواء بقى مادي معنوي نفسي، كل حاجه بتتقدم علشان الحاجه تتم على اكمل وجه. بالنسبه لمحو الاميه، واول ما تم اقتراحه احنا طبعا كلنا محو الاميه لا حاجه حسينا فعلا قد ايه كل حد فينا عليه واجب وطني ان هو يعلم حد يكون يعني محتاج التعليم. صحيح. بدايه الفكره لما اتعرضت طبعا احنا رحبنا بيها جدا، طبعا بيتم عرضها في بروتوكولات كده ماشيه سنه سنه، بيتم عرضها على اللجنه العليا والاداره التنفيذيه ومجلس الاداره. كابتن الخطيب طبعا رحب بيها جدا جدا. تم التعاون ما بين الهيئه العامه لتعليم الكبار برئاسه طبعا عاشور عمري، السيد عاشور عمري وكابتن الخطيب رحب بيهم، وتم توقيع بروتوكول ان احنا نقدم الموضوع ده على اكمل وجه. طبعا لما حصل وجه السيد عاشور في النادي تم توقيع البروتوكول، ابتدت بقى الانطلاقه بقى الكبيره بقى. قال طبعا احنا بدايه لازم يكون في دوره تدريبيه للمتطوعات، طب المتطوعات دي هتيجي ازاي؟ تم الاعلان عن الموضوع بصوره كامله ان في محو الاميه للعاملين بالنادي، وده من ضمن عائله برنامج عائله الاهلي اللي دايما كابتن الخطيب بيحرص على ان برنامج عائله الاهلي ده ينمو ويكبر لاعلى مستوى. طبعا النادي الاهلي بيقول لك تاريخ مبادئ تطوير، فعلا بيهتم بالتاريخ، ازاي يفضل طول العمر تاريخ النادي الاهلي ده مدون بكل خير، المبادئ ان احنا مبادئنا واحده واهدافنا واحده، التطوير ان احنا بقى بنطور من اول العمال اللي هم اخواتنا على فكره، العمال دول سنين وسنين في النادي، حتى الجديد بتلاقيه لا النادي ده بيته الاصلي. فأعلننا عن المحو الأمية، برنامج محو الأمية وإزاي هنشتغل عليه. طبعا اتقدم لنا بعد الإعلان، عاوز أقول لحضرتك كمان أن كابتن وليد كان حريص، رئيس اللجنه العليا طبعا كابتن وليد مبروك طبعا، صبح عليه. وعلى فكره من الناس اللي بتتابع على طول 10 الصبح في الاهلي. أيوة. صبح الخير كابتن وليد، انا عارفه انك كنت تابع. طبعا من بدايه الاعلان، بصوا يا جماعه احنا نهتم باصغر تفصيل هي كتابه الاعلان، بلاش الاميين واحنا ننتقي، بقينا نحط جمل يقول لك لا دي حلوه لا دي وحشه. طبعا استاذه انهار حلوه يعني مراعاه كل الابعاد كل التفاصيل لحد ما وصلنا طبعا العاملين الذين لم يحالفهم الحظ في استكمال العملية التعليمية. هي. وكملنا بقى على النهج ده، أخذنا دورة تدريبية للمتطوعات اللي قدموا اللي درسوا متطوعات من عضوات النادي. من النادي. بعد لما قدموا طبعا وفقا لشروط وضعتها الهيئة العامة لتعليم الكبار إنهم لازم ينطبق عليهم شروط معينة. لما انطبقت على المتطوعات اللي قدموا تم اختيارهم بعناية جدا، وفي الغالب هم كل اللي تقدموا موافين للشروط اللي اتطلبت يعني بصراحة. جميل. بدأنا، أنا كنت فاكرة بصراحة أن هنعلم عادي يعني لما حد ما يعرفش يقرأ ويكتب، فأنا هعلمه وأنا أصلا مجالي في شغلي مجال التعليم. فعادي. بس تعليم الكبار مختلف كتير. قالوا لنا لا تعليم الكبار غير، أنت لازم تاخد دورة تدريبية الأول علشان تعرف تتعامل. الكبير الكبير ده ليه خصائص وليه سمات وليه طريقة تانية خالص في التعليم. أخذنا دورة تدريبية وفرها بصراحة النادي وبالتعاون مع الهيئة العامة، المكان والمنهج والدكاترة اللي بيدولنا المحاضرات، كنا كل يوم حضرنا لمدة أسبوع من الساعة 1 تقريبا يوميا لحد الساعة 8 مساء، كنا حاسين ان احنا بنروح الجامعة، عارف احنا عندنا محاضرات. طبعا كان معانا الدكتورة ماجدة والدكتورة إيمان والدكتور سيد الألفي، أسامي كبيرة ليها قامة، الدكتور أيمن، علمونا ازاي نتعامل مع الكبير. لا الكبير ده اول حاجه بدأوا لها خصائص. ايه خصائص الكبير؟ اول سؤال سالناه ما كناش عارفين هم قصدهم ايه،
في نهاية الدورة عرفنا ان احنا هما كان قصدهم ايه من المعنى اللي هما كانوا بيشرحوه لنا، وازاي اتعامل معاه نفسيا وسلوك، انه ازاي يتقبل مني ان انا ادرس له، انا ممكن اكون اصغر منه سنا، ممكن يكون هو حاسس ان هو حد كبير صعب ان هو تعلمه، حتى هو مثلا رئيس عمال حد حاسس انه. فدي فعلا احنا واجهنا كل الحاجات دي، اخذنا الدورة التدريبية تمت على خير وامتحنا ونجحنا في الدورة التدريبية، واخدنا الله يبارك فيكم اخدنا شهادات ان احنا بقينا معلم معتمد من الهيئة العامة لتعليم الكبار. دي حتى في السي في بتاعتنا دي حاجة حلوة ومشرفة لينا جدا. لسه كنت هقول لك بالظبط. وبعديها بقى بدأنا التدريس للعمال. عاوز اقول لحضرتك ان هي كانت منظومة، كأن كل فرع بجد بدون مجاملة فيه مدرسة، مدرسة فصول، منهج، معلمات، مشرفات، جداول، التزام من العمال، طلبة وطالبات. التعاون كان بيتم من أول مجلس الإدارة وكابتن الخطيب والعلاقات العامة ومديرين الفروع والعمال اللي شغالين بيدخلوا يجهزوا لنا المكان. دي من أحلى الحاجات اللي في حياتي عموما نحو الأمية، أو بجد ليه صدى جامد جدا كان معانا. بس انت عارفه انت مش بتعملي حاجه مثلا حلوه ودلوقتي مثلا وقتيه، انت بتعملي حاجه يعني ابعادها مدى الحياه. انا فعلا بعلم حد يقرا ويكتب، شوفي قد ايه ده ممكن يفرق في مستقبله وممكن ينقله نقله تانية خالص. فعلا. يعني نقله نوعيه زي ما بتقول. عايز اقول لحضرتك ان احنا واحنا في الاول اول سيشن لينا كان طبعا واجهنا صعوبات، في ناس هي مش متقبل الفكره قوي، في ناس حاسه ان انا بعد زي ما بيقولوا شاب ودوك كتاب، لا انا مش هتعلم. احنا كل ده واجهناه، بس بالخبره اللي خدناها من الدوره التدريبيه وبخبرتنا الحياتيه وبتوجيهات الاداره لينا، ان احنا قدرنا قد ايه نتغلب على كل الصعوبات اللي قابلناها دي. وفي ردود لكل شكوى وكل يعني بالزبط. شخص اللي هو عنده نوع من الانهزاميه، لان على فكره بيبقى في ناس فعلا بيفكروا كده حتى لو سنهم مش كبير، يقول لك خلاص بقى اللي حصل اللي ذاكر ذاكر. انا شخصيه في اهلي زايد، انا فرع اهلي زايد، شخصيه جميله جدا، هو من اكتر الشخصيات المحببه لقلبي بصراحه، وعشان كان كبير في السن. عم احمد كان فاضل عليه شهرين ثلاثه ويطلع معاش. فهو يعني دي انا احترمتها جدا برده في اداره النادي طبعا، ان هم ما قالوش ان احنا نهتم بالشباب اللي هو هيدي لسه معانا، لا هو اهتم حتى ما استبعدش حد زي عم احمد. يعني اعطاء الامل لكل من يريد، عاوز اقول لك الناس كلها. عم احمد ده قال لك انا يعني ما كنتش متخيل ان انا في يوم من الايام هقرا واكتب واتعلم. انا هدعي لكل حد فيكم، ومش شرط انا اكون انا معلمته او غيري، هو كان في مجموعه تانية. وبعدين بعد كده كنا بنلتقي في المراجعات بقى والحاجات دي، فكان بيدعي لنا فعلا من قلبه، يقول لك انا لو قريت حرف في كتاب الله او قلت ايه او قال ربنا يجعله في ميزان حسناتكم بالظبط. دي حاجه انتوا وكانكم بتعملوا اعاده احياء للانسان بالظبط، هي حاجه في منتهى الرقي بصراحه. وبعد طبعا قعدنا كذا شهر هم بيتعلموا ودروس بقى، ودي مش فاهمه، ومثلا اقول له ايه دي بتبدا بحرف، يقول لي انا عارف حرف اسمك نون مثلا حرف مش عارف. فابتدي يعني كل حد ازاي تدخلي له من المدخل. يعني حضرتك انت شغال مثلا في النجاره، طب يلا نكتب مسمار، يلا نكتب خشب، يلا. فانت بتوصلي من الحاجه القريبه لقلبه. وبعد طبعا ما قعدنا شهور بنتعلم وبقوا شاطرين جدا جدا، حددنا طبعا ميعاد الامتحان بالتعاون مع الهيئه العامه. ونسبه النجاح كانت قد ايه بقى؟ هو هي لسه النتائج ما طلعتش، بس البشاير النتائج مبشره يعني. خير يا يومها كنا خايفين عليهم بجد والله، كانهم اولادنا، كانهم اخواتنا، احنا واقفين متوترين، وطب نقف معاهم، طب نطمنهم. دي كانت حاجه بصراحه تجربه اكيد استثنائيه جميله جدا. والحمد لله بفضل الله تمت الدفعه الاولى، وهنبدا بقى في الدفعه الثانيه، من هتبتدي تاني دوره تدريبيه للمتطوعات الجدد اللي هينضموا للمتطوعات التانيين، وهيبداوا بقى الفصول.